هذه المباراة القمة والكلاسيكو الكبير بذكريات نهائي كأس الجزائر بمعنوية كبيرة بعد الفوز لكل فريق في الجولة السابقة في المباريات المحلية أمام شباب بلوزداد للمولودية وأمام اتحاد الحراش لاتحاد الجزائر. الصفراء ليست بخير، نتمنى أن تغادر هذه المكانة وأن تصحح الأوضاع في الفريق الذي عودنا على أداء كبير يحتاج إلى تعديل. كرة للمولودية، يحاول بالعيد يلعب كرة طويلة ولكن مباشرة إلى رمي تماس. ملعوبة للاتحاد، خطأ لجديات من بالعيد. رائد الحكم المساعد الأول السيد بودبوز فاروق، لاعب اللي يكسب الخبرة ويكسب التجربة. خطأ كما هذه ممنوعة أنا نظن على حسب رأيي، كان قادر يخلي الكرة اللاعب تاع اتحاد العاصمة بدون مشكلة. خولد، كرة طويلة البحثان قاسمي طويل القامة يتمكن من الكرة مرة الأولى والثانية، ولكن الكرة خروج الحارس. انتظر كثيرا الحارس جميل للخروج، بشيري حاول أن يغطي وأن يحمي الكرة طويلة. تعود بالرأس من فرحات قاسمي، خطأ يحتسبه الحكم لقاسمي أمام بصغير وبوقاش هو الذي ارتكب الخطأ. العرقلة كانت طويلة لجميلي، جميلي الكرة طويلة، بوقاش ما يتفوقش، التفوق لبوشامة أو فرحات غازي يسترجع الكرة للمولودية. بشيري بالرأس هايلة من بوقاش ولكن قصيرة، الدفاع يتدخل إلى رمي تماس للمولودية التي تحاول أن تتحكم. جليد يطلب الكرة، غازي قاسم بالعيد طويلة لجليد هاي الكرة، هذه محاولة توزيع ولكن جليد يخطئ ضرب الكرة بدون تركيز في هذه اللقطة. والمحاولة من جليد، هو الآخر يلقي باللوم على أرضية الميدان، هو حاول أن يلعب الكرة ولكن بطريقة خاطئة تماما دون تركيز.